وبه استعين وصلى الله على سيدنا محمد. نواصل طبعا في هذه الحصة سنتحدث عن فعالية السياسة النقدية دائما والسياسة المالية في ظل سعر الصرف المرن أو الحر، يسموه المرن أو الحر أو العائم، نفس التسمية، في ظل سعر الصرف، خلاص أنا قلنا سعر الصرف المرن، والحرية التامة لحركة رؤوس الأموال. نبدأ بسياسة واحد، السياسة المالية، ونشوفوا هل السياسة المالية في ظل سعر صرف المرن والحرية التامة لحركة رؤوس الأموال هل هي فعالة أم لا. نرسم الشكل، منحنى آلام زوميل موجب، منحنى إس، هنا ميزان المدفوعات في حال توازن. لماذا؟ لأن سعر الفائدة يساوي سعر الفائدة المحلي يساوي سعر الفائدة الأجنبي، وبالتالي هناك توازن في النقطة إيكغيك زيرو. هنا النقطة أ التوازن، طبعا محقق التوازن الداخلي والخارجي، التوازن الداخلي والخارجي. نفترض كذلك في هذه الحالة أن زيادة، أنه يعني أن في هذه الحالة أن هنالك زيادة الطالب الخارجي على السلع والخدمات المنتجة محليا، انتقاء يعني زيادة في الطالب الخارجي على السلع والخدمات المنتجة محليا. هذا الأمر سيؤدي طبعا بالضرورة يؤدي إلى انتقال منحنى آلام إلى منحنى إي إس، نتكلم عن السياسة المالية، منحنى إي إس إلى اليمين أو إلى الأعلى. هنا منحنى إي إس بريم، الاقتصاد ينتقل لوضع التوازن في هذه النقطة. هنا إيكغيك واحد، عفوا إي واحد سعر الفائدة والدخل الجديد إيكغيك واحد. الاقتصاد ينتقل موضع التوازن من النقطة أ النقطة بي. هنا في النقطة بي التوازن الداخلي محقق في السوق، هنا هو سوق النقود وسوق السلع والخدمات، صح. ميزان المدفوعات في حالة فائض أم عجز؟ في حالة فائض، يعني سعر الفائدة محلي أكبر من سعر الفائدة الأجنبي، في حالة فائض، بمعنى زيادة يعني سعر الفائدة. هذا الأمر سيؤدي إلى دخول رؤوس الأموال وزيادة طالب على العملة الوطنية. قيمة العملة الوطنية سترتفع وسعرها سينخفض، بمعنى آخر قيمة العملة الوطنية سترتفع لأن زاد الطالب عليها. هذا الارتفاع في قيمة العملة الوطنية كما رأينا الحصة السابقة، لما العملة الوطنية ترتفع قيمة العملة يزيد على الطلب، الأسعار، هذا الأمر سينعكس على تنافسية السلع والخدمات المنتجة محليا، أسعارها سترتفع تباعا لزيادة الطلب على العملة الوطنية، طلب مشتق. وبالتالي هذا الارتفاع في اسعار السلع المحليه سيؤدي الى انخفاض الطلب على السلع والخدمات المحليه، لان سعرها ستصبح تكلف اكثر. انا سعر الصرف الحقيقي، الا جينا نتكلم على سعر الصرف الحقيقي، انا سعر الصرف الحقيقي سينخفض، وبالتالي تنافس السلع المحليه ستنخفض. وقلنا تكلمنا على الطالب الكلي سينخفض كذلك في هذه الحالة، من ضمن الطالب الخارجي طبعا. وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى يعني في البداية زاد الطالب على السلع والخدمات المحلية، انتقل منحنى إيأس إلى اليمين راح تزيد الصادرات، لكن نتيجة الطلب زيادة الطلب على العملة الوطنية هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية. هذا الارتفاع سينعكس على تنافسية السلع المحلية وينقص الطلب عليها، وبالتالي
وبالتالي تنخفض الصادرات، يعاود يرجع منحنى اس لوضعه الاصلي. في الاول انتقل، يعاود يرجع لوضعه الاصلي. نعاود نرجعوا لهذه النقطه التوازن، في التوازن راح يكون في النقطه التوازنيه، يكون في النقطه ا، وبالتالي راكم تشوفوا الدخل زاد عاود زاد عاود رجع الوضع الاصلي. وبالتالي نقولوا في هذه الحاله ان السياسه الماليه في ظل سعر الصرف، في ظل سعر الصرف المرن والحريه التامه لحركه رؤوس الاموال ليست فعاله، لانها لم تؤدي الى زياده الدخل. بالتالي هذا بالنسبه للسياسه الماليه. نعاود بشكل سريع نشرح الشكل. قلنا في البدايه طبعا انطلقنا من التوازن الداخلي والخارجي في الاقتصاد. في النقطه نفترض ان هنالك زياده في الطلب الخارجي على السلع والخدمات المحليه، فرضا انها يعني تكلف اقل، بي اقل من بي اف كما شرحنا فيما سبق. هذا الامر يعني زياده القدره التنافسيه، يزيد على الطلب. هذا زياده الطلب طبعا اللي بيشتري السلع المحليه لابد يمر من خلال العمله الوطنيه. بتشتري السلع مثلا سياره جزائريه، لازم تشري تحول ما لديك من عمله صعبه للدينار الجزائري، وبعد تشتري السياره، وبعد بالتالي راح يزيد الطلب على العمله الوطنيه. اي سلعه في الاقتصاد على الطلب قيمتها راح ترتفع. قيمة الدينار الجزائري سيرتفع في هذه الحالة، بافتراض أن نتكلم عن الجزائر، سعر الصرف الدينار الجزائري يرتفع. هذا الارتفاع في قيمة العملة الوطنية سينعكس على السلع المحلية، الأسعار سترتفع، وبالتالي تنخفض قدرتها الشرائية، وينخفض الطلب الأجنبي، وبذلك تنخفض الصادرات، يعاود يرجع منحنى إيأس إلى وضعه الأصلي. وبالتالي كما قلت السياسة النقدية، السياسة المالية في هذه الحالة ليست فعالة، وانتقلوا إلى السياسة النقدية. السياسة النقدية. طبعا السياسة النقدية كنا عرفناها في بداية هذا الفصل انها مجموعة من الاجراءات التي يعني من الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي للتحكم في كتلة النقود توسعا وانكماشا. هناك اشرنا للادوات المباشرة وادوات غير مباشرة في هذا الاطار. من ضمن الادوات المباشرة قلنا الاحتياط معدل اعادة الخصم، السوق المفتوحة، الاحتياط الاجباري الى ما الى ذلك. ننطلق كذلك نرسم الشكل. إي سيلا إي إف ميزان المدفوعات حال توازن، طلق من التوازن الداخلي والخارجي أو محقق في النقطة أ طبعا. إيكغيك زيرو الاقتصاد أوفر له، هذا منحنى آل آم زوميل موجب، هذا منحنى إس زوميل سالب. نفترضوا أن في هذه الحالة أن البنك المركزي في إطار تنفيذ السياسة النقدية تبع سياسة نقدية توسعية. هذا الأمر سيؤدي إلى انتقال منحنى آلام إلى الأسفل أو إلى اليمين. الاقتصاد راح يكون في هذه النقطة، التوازن الجديد راح يكون في النقطة بي. في النقطة بي طبعا التوازن الداخلي محقق، لكن التوازن الخارجي غير محقق. في النقطة بي ميزان المدفوعات يعاني من فائضة ويعاني من عجز. يعاني من عجز، لماذا؟ لأن سعر الفائدة أقل من سعر الفائدة الأجنبي. نعم، أنا في هذه النقطة هذه. طبعا هذا هنا على لماذا ميزان المدفوعات في حالة عجز؟ لأن سعر الفائدة منخفضة، سعر الفائدة منخفضة مقارنة مع سعر الفائدة الأجنبية سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال. خروج رؤوس الاموال الى الخارج، يعني انخفاض الطلب على العمله الوطنيه. هذا الانخفاض في قيمه العمله الوطنيه سيزيد من تنافسيه السلع المحليه، لان سعر صرفها سيزيد في هذه الحال، وبالتالي تزيد تنافسيه السلع المحليه. بزياده تنافسيه السلع المحليه هذا الامر سيؤدي الى زياده الطلب عليها، وبالتالي زياده الصادرات، ومنه زيادة طلب الإنفاق الكلي أو الطالب الكلي. يعني يهمنا احنا زيادة الصادرات، ستؤدي لزيادة انتقال منحنى إي إس، الأمر يتعلق بالسلع والخدمات، منحنى إي إس إلى، لأن زاد الطلب على السلع المحلية، إي إس بري، الاقتصاد يولي في هذه النقطة. إي إس دخل سيزيد لهذا المستوى.
بالتالي التوازن النهائي في نقطة A B C هذه سي التوازن الداخلي والخارجي، التوازن الداخلي والخارجي. وبالتالي اعيد نعاود نشرح الشكل. في البدايه نفترض ان البنك المركزي في اطار تنفيذ السياسه النقديه تبع سياسه نقديه توسعيه. السياسه النقديه التوسعيه ستؤدي الى انتقال المنحنى اس الى الاعلى او الى الاسفل. الاقتصاد ينتقل هذه النقطه. التوازن الجديد راح يكون في النقطه بي. في النقطه بي ميزان المدفوع التوازن الداخلي محقق، لكن التوازن الخارجي غير محقق. ميزان المدفوعات في حاله عجز، في حالة عجز. لماذا؟ لأن أسعار الفائدة الأجنبية المحلية أقل. هذا الأمر سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال. خروج رؤوس الأموال معناته ميزان المدفوعات راح يحقق عجز. طبعا هذا خروج رؤوس الأموال، واش معنى خروج رؤوس الأموال؟ يعني المستثمرين يبيعوا العملة الوطنية ويدوا مقابل العملة الأجنبية باش يخرجوا للخارج، يخرجوا العملة صعبة، يخرجوا العملة الصعبة. هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة الوطنية. انخفاض الطلب على العملة الوطنية سيؤدي إلى زيادة تنافسية السلع، راح ينعكس على أسعار نسبية للسلع المحلية. السلع المحلية راح تكلف أقل، يعني زيادة تنافسيتها. زيادة تنافسيتها راح يؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي على السلع والخدمات المحليه لانها تكلف اقل، بالتالي يزيد الطلب. لما يزيد الطلب تزيد الصادرات، ولما تزيد الصادرات يزيد قلت يزيد الطلب كلي، ومنحنى اس ينتقل الى الاعلى او الى اليمين. هذه الخطوه الاولى، انتقال منحنى الاء منحنى اي. هذه الخطوه الاولى، وهذه الخطوه الثانيه. الاقتصاد يولي في هذه النقطة هذه، وبالتالي شوفوا أن في هذه الحالة أن السياسة النقدية أدت إلى زيادة الدخل هذا المستوى، ومن بعد زاد إلى هذا المستوى. وبالتالي السياسة المالية السياسة النقدية فعالة وفعالة تماما في ظل سعر الصرف المرن أو الحر والحرية التامة لحركة رؤوس الأموال. وبالتالي كما تشوفوا في ظل سعر الصرف الثابت السياسة المالية هي الفعالة، وفي ظل سعر الصرف المرن والحرية التامة لحركة رؤوس الأموال السياسة النقدية هي السياسة الفعالة، هي التي تؤدي إلى زيادة الدخل. زيادة الدخل طبعا لما يزيد الدخل ستنخفض بالضرورة معدلات البطالة، حيكون استقرار في العملة الوطنية توازن، لأن يعني في حال توازن استقرار العملة الوطنية الى وتحقيق الاهداف بقيه الاهداف الاخرى اللي تتعلق بالتوازن الداخلي والخارجي طبعا محقق الى ما الى ذلك. المهم في النهايه لابد الاشاره الى الدور الفعال للسياستين، خاصة في الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي حاليا، في ظل الضغوط التي يعني شكلها الوباء على الاقتصاديات العالمية. وبالتالي عاد نشوف العديد من البنوك المركزية في العديد من الدول يعني قدموا حزم تحفيزية باش يعني نشاط يعني تحرك النشاط الاقتصادي في تلك الدول، طبعا من خلال تقديم أو خفض متطلبات الرقابيه بالنسبه للبنوك، خفض الخطر مثلا بعض الدول بالنسبه للمؤسسه الصغيره المتوسطه، خاصه اللي عندها يعني تعتمد اساسا على المؤسسه الصغيره المتوسطه، يعني خفضوا الخطر بالنسبه لهذه المؤسسه حتى يقدموا البنوك تقدم على تمويل مثل هذه المشاريع لانها عندها دور في القضاء على البطاله الى ما الى ذلك. وبالتالي السياسه النقديه والسياسه الماليه لعبت دور، وبالنسبه للسياسه النقديه كذلك العديد من الدول قدموا تحفيزات في اطار يعني دعم الفئات الهشه، لان العديد من الفئات تضررت من تراجع النشاط الاقتصادي، وتوقف بعض الانشطه توقفت خاصه المؤسسه غير المتوسطه. وبالتالي العديد من الدول قاموا بدعم هذه المؤسسات، وبالتالي شوفوا اهميه السياسه النقديه او السياسه الماليه على تحفيز الاقتصاد. اكتفي بهذا القدر، وشكرا وبالتوفيق ان شاء الله.